إبراز قوة التعبير الفني وتشخيص الظواهر الاجتماعية والفكرية عن طريق الرسم من أهم أهداف الفن التاسع: ألبرت فنان من دولة الكونغو يشارك هذه السنة بعدد من سلسلات الأشرطة المرسومة في المنتدى الدولي الثاني عشر للأشرطة المرسومة بتطوان، الفنان يرى أن الأشرطة المرسومة تعبر بشكل خاص عن الحياة اليومية للشعوب، وتترجم ثقافتها وتعكس معاناتها الاجتماعية. عندما نتكلم عن الشريط المرسوم الافريقي فهذا يوحي الى كل ما يقع بافريقيا وانا كفنان من واجب التعريف بالثقافه الافريقيه وطريقه عيش المجتمع الافريقي وكل ما يشغل باله فالاشرطه المرسومه تتجاوز كونها فنا للترفيه بل تعد مراه للمجتمع وتعكس الحياه اليوميه لافراده <applause> المنتدى الدولي للأشرطة المرسومة بتطوان يعرف هذه السنة مشاركة أزيد من أربعين عارضا ينتمون إلى عشرة بلدان بهدف تمكين عشاق الفن التاسع من تبادل التجارب والأفكار وتقاسم الاختيارات الجمالية في مجال الأشرطة المرسومة الدورة الحالية أفردت مكانة هامة هذه السنة للفنانين المغاربة والأفارقة من أجل التعريف بمشاريعهم الفنية اعطاء الفرصه للمبدعين الشباب باش يبينوا على الابداعات ديالهم وكذلك ينفتحوا على التجارب العالميه فمجموعه كبيره من الدول الافريقيه حضرة معنا عندنا اكثر من دوله منها تسعود دوله افريقيه وكذلك دول اوروبيه وعربيه اللي غيقدموا كل المستجدات مجال الاشرطه المرسومه المنتدى الدولي يقترح في دوره الحاليه على زواره عددا من المعارض الجماعيه للاشرطه المرسومه بعده فضاءات ثقافيه بتطوان كما سيعرف المنتدى تنظيم ندوات وموائد مستديره تهدف الى تدارس واقع الفن التاسع بالمغرب